تعليق أملها على عقد تحالفات لحجز مكانة لها في استحقاق 27 نوفمبر الداخل لا يبدو مخرجا مريحا لها. أحزاب سياسية كانت قد سجلت تعثرا لافتا في امتحان التشريعيات، وإذ يتيح لها القانون الدخول إلى المعترك الانتخابي من باب التحالفات وإنقاذ تواجدها في المشهد السياسي، فإن نجاعة الخيار مرهونة بمدى استعداد تلك الأحزاب على عقد تحالفاتها بشكل قبلي. من مصلحة هذه الأحزاب أن تدخل إذا أرادت أن تتحصل أو الحصول على نسب معقولة ومقبولة، أنا أقول بأنها من مصلحتها أن تتكتل في شكل تحالفات فيما بينها سيؤدي عدم حصولها على النتائج المرجوة ربما إلى الحد أو حتى لا أقول الطعن في شرعية وجودها وفي الشرعية التمثيلية لها. مطلب الأحزاب الفاتية أو المعنية بعقد التحالفات بإتاحة الفرصة لها لتبني الخطوة بشكل غير مقيد لا يمكن تحقيقه بحسب سلطة الانتخابات، الأمر يمس مصداقية العملية الانتخابية. هذه تتم على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي، أعطينا التعليمات في هذا، ولكن الشرط الوحيد مش بعد ما نجمعوا التوقيعات، لا، عندما يصرح الإنسان بالترشح نتاعو قال أني نترشح بصفتي كحزب مستقل كحزب فردي يعني، وإلا راني كحزب فلان وحزب فلان فلان رانا متحالفين في كذا وهي قائمة مشتركة. تعاقب المحطات والاستحقاقات الانتخابية يضع ملامح الخارطة السياسية القادمة بارزة ضمن مشهد قد تغيب عنه تشكيلات عديدة مجددا في ظل عدم قدرتها على رفع تحدي شروط اللعبة وتعسر توافقها على تحالفات قوية ووازنة.